عفوا عذرا عذرا عفوا. خبينا الكاميرا عنكم قربنا شوي منكم، خبينا الكاميرا عنكم قربنا شوي منكم. حكيناكم غشناكم، حكيناكم غشناكم، خرجنا الموقف منكم رجعنا التحكيم. سيداتي وسادتي، أعزائنا الحضور وأحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع الموقف ومع المعلومة ومع اللوحة الخفية، ومعكم جميعا ومع منكم وإليكم ويا عيني عليكم. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ الآن حلقة اليوم. كلكم تعرفوا السوبر ماركت أصبح الآن منتشر في جميع أنحاء العالم، والسوبر ماركت بيبقى عرضة إلى عملية شراء غير منظمة. أسرة البرنامج دخلت على سوبر ماركت تتبضع تتحيج، بدنا نشوف كيف ستتصرف هذه الأسرة في السوبر ماركت. نوعيتها كثير كويسة. تفضلي. تفضلي هي واحدة. تفضل عمو. ليش ما كاتبين صلاحيتها؟ ما بعرف، بس أنا مشان سمعت المحل. متعودين على المحل، نحن دائما بناخذ منه يعني. أهلا وسهلا فيكي. يا مرحبا. بس ما شايفتك بهالمحل. جديد أنا اليومين. أهلا. أهلا وسهلا، شرفتي. خلاص هيك منيح، دوقته لا صغير؟ ايه دوقته. اهلا وسهلا فيكي. كيف دوقته الصغير قبل ما تعرف اذا صالحه ولا لا؟ انا دقته قبل، بعدين هو دقه. اكلتي الورقه؟ لا شايفه. انا مو شايفه. صوتك عمو؟ صوتك ماما. طيب ايه؟ لا حط لي اياها كيس، معلش كيس معلش؟ طيب اعطونا كيس، اعطينا أنا المفروض أدوق الكل مشان يعني سلامة الأمور. طيب كيف إذا بدأت الكل مع بعضهم في الحل كيف بعتها؟ بلا أدوقها. كل واحدة شقفة. يعني كل واحدة معمولة بمصنعية تراك؟ لا مشان واحدة حاطين فيها خربانة. كل واحدة جاية شمس واحدة جاية في. إي هيك قلتها. معقول؟ معقول؟ سكية. إي معقول. تاخذي من النوع هذا؟ لأني ما جاية شمس ولا في لكل واحدة. لا لا لا. تاخذي من هي الجبنة؟ إي. ليك ليك ليك. بلا طنيسة. ها؟ كيلو ها؟ في كيس؟ ها؟ في تكتيك. صدق لك. صار زمان يعني ولا اليوم جاي؟ ما اليوم جايبين اللبنان؟ اليوم بس عم متأكد لك. يعني ماشي الحال في العمر وبيت الجوز بيجيبوا بضاعة كويسة يعني.
أكون خربان فيئة الحموضة. نعم ما مليحة يعني. طيب شو بدك تحط معها؟ شو نحط معها زيت؟ احنا شو نحط معها زيت زيتون شو بنحط؟ مزبوط يعني الزيت بتحطه انه اذا مو مزبوط تكشف الطعمة. ما كويس يعني هلا؟ لا يعني ماشي الحال. ها؟ يعني ماشي الحال، عم طول عمرنا بناخذ من عند بيت الزوز بضاعة مليحة. هي اليوم جاي من زبون جديد. ما بنهاروا؟ لا والله رجعوا لبنهاروا. احسن هذا. بنهارون احسن واحد لبنته. افضل بعرفه افضل. بعرفه كويس ومن عائلة. طيبة طيبة هي نوعيتها منيحة أحسن من هذول اللي كانوا يجوا أول. لا معلش غيري هلا بنقدرك. ليه؟ ما معقولة بقى تحط تنسى علي منها بلسانك وآخذها. طيبة طيبة عم دق لك إياها أنا. لا معلش لا شكرا ما رأى أخذها خلاص. طيب ما دقتها دوقها. معلش ما طيب هات هي ما دقتها هات لشوف هي برا. معلش ما لندوقها بس. لا لا معلش معلش ما خذها. طيب خلص خذوها ما في شيء يعني هلا قلبهم هيك بيرجعوا. لا 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 معلش ما بدي إياها. خذهم خلاص دفعت حقهم لانه صرت دافع حقهم. دفعت ما بدي شكرا ما محتاج المصاري. لك ما صرت دافع حقهم مو حلوه. لا حتى لو دول انا مسامح عامل لك كلهم انت وزميلك والباقيين كمان خذهم كمان اشتري فيهم. ها؟ كمان الثانيين 50 الباقيين كمان دو يحيى. ها؟ ايه. لو بدي اشتري الزلمه. ليش انزعجت؟ شكرا كثير على الحركة الحلوة الرائدة فعلا. الله يخليك. اي والله فعلا ما بعرف كان عندي احساس اني مجرد انت ما دقت اللبنة اللي يمكن تكون انتم التلفزيون. ايوه اهلا وسهلا. الله يخليك يسلم ودياب. على كل حال انا اشكركم على هالبرنامج الرائع. الله يبارك فيك. والله الله يخليك. كيف منا؟ اهلا وسهلا فيك. هاي بدك تدوق دوق هاي. لا بدي دوق كل شيء. لا دوقها. ما بدك كل شيء بدي دوقه. هاي شو هاد؟ يا اخي زبده. هاد اعطيني سكين. يا اخي كيف اعطيني سكين؟ طيب هاد شو هاد؟ هذا اكل للكلاب. ما دخلنا فيه. هاي ما دخلك فيه. طيب بدي دوق بس الجبنه دي بس. اوكي اخي كيف بدك تدوقها؟ طيب ماشي نحن عم نمزح معك والكاميرا معك شفتها؟ شفت الكاميرا وينها؟ طب الغطا قديش الغطا؟ لا هي هلا هلا خربت هذه. لا لا ما خربت منيحه. ما بدي لك يا انا اسمع هذا منيحه كمان هي منيحه. ايه حاسبك فيهم كلهم؟ ايه بحط غيرها هلا. لا ليش؟ قلت لك اياهم. لا يا اخي ما لا بالعكس عم بعطيك شغله مضمونه. ما لا لي معلش بس ما لي كيف بدي اعطيهم لجميع هن مو مأمنين. لا يا اخي خلص قول لهم انا اخذت لهم اياهم. ما بقدر تكلي تكلي ماشي سمي يوم. حبيبي قلت لك اياهم دوقها انت يا اخي ما صايم. آه. شو دولي يهون حلوة طيب انا دقت لك ياهون لانه ما تعليمات سارة هيك طيب عبي لك تعليمات بدوق البضاعة قبل ما طيب بس ما بقدر اخذ المفتاحين نزق لك ياهون لا بدي غيرهم اخذ غيرهم ما فيهم شيء بس يعني يا خي كيف بدي ما بدي اول على اخر بدهم ينفتحوا ينصبوا بكاسات شو بدي اخذ الكاسات انت؟ ها؟ لا خي لا حسبنا حقهم لا خلص مش الحال ما بقدر بدي اجيب غيرهم ليش طيب؟ شو بعرفني ليش بعرف لي قلت لك افتحهم انت قلت لي شوف صلاحيتهم صلاحيتهم من هون بتكون مكتوب عليهم لا من جوا نوع تاعتهم هون بالله قلت لك ياهم هدول شن تدوقهم شو هن بس ليه افتح بس ما لاقي لي كيف عم تفتحهم بدي دوقهم بركي مشان سمعت المحل هونيك روح دوقهم هونيك عندهم مشان سمعت المحل عندهم انت هلا الظهر لا ما عم في كاميرا هون الظاهر اي والله هيك كاميرا في كاميرا ما تواخذنا فهمتها بالاخر 150 ناويكي هذا مربى؟ اي ليه؟ بدي لك اياها مشان لانه هيك صار تعليمات جديده اه تعليمات جديده شوف صلاحيته في شيء اه يعني اذا ما يكون مش بشيء لانه عم تترجم شو طيبين اما لا خلص معنا باخذ ثقه من التعانيه مشان هيك بجيب غير اهلا وسهلا فيك ثقه لانه كثير ظريفه اه بس انك تحط امك فيها من ظريفه مشان شوف لك مدى فيها شيء ولا ما فيها شيء اهلا وسهلا اهلا وسهلا اوكي
عنا شو اسمه؟ معك 200؟ لا بدك تكسر بيضة كمان؟ لا لا مش معقولة هيك. لك اياها. لك شو بدك تسوق البيض؟ في سطن هون. وينها؟ تحت الصندوق. كويسة منيحة. ويسلموا دياتك. معك 200 ليرة؟ ما كنا تعليمات جديدة عشية. أعيني؟ حسب صلاحية المادة. ما اعطيني محرمة. إذا بدك تذوق كل شيء المفروض يكون معك معلقة معك أشياء لأنه ممكن الإيد تكون ملوثة بالهواء. لا إيدي نظاف لأنه كل زبون عم بوسع. أنا ما بوسع ما عم تمسك أغراض وبتضبهم. المفروض يكون في معلقة في ترتيب في أشياء لأنه عندي أنا أولاد. كم معلقة بلحق؟ ما بلحق معالي. شوفي ما أنت عم تعملوا هالوقاية بده يكون في كمان للشعب محافظة. نوعيتك أعني؟ ولا ما معقولة هيك هلا أنا كيف رجعت عم أولادي منها وصار تمك في قلبة هي والمربى معقولة يعني؟ عم بيلك ياها ما مشكلة تكرمي أهلا وسهلا. ما في سلامتك. لا كيف سلامتك؟ لا بدي ما في سلامتك. اللبنة أو المربى ما له علاقة ما له علاقة أنا أحكي معي إذا في نظافة في أساليب معقولة؟ يعني بركي مالحة. عيني كون معك معلقة على القليلة مش تمك بقلب الأكلات. طيب ما بدك انت الاخير ما بدك تاكليها انت بتمك ولا انا واثقه جاي هون على التونيه على ثقه وانت محل لو ما واثقه بالتونيه ما بفوت عليها بالشغلات طيب يعني عفوا مدام ممكن اقول لك شغله معك الكاميرا خفيه شوي قدرت معك قدرت تضحك وانت معذور قدرت معك قدرت تضحك وانت معذور وانت اللي في طبعك عيني وعلى راسي عيني وعلى راسي يا القاعد ببيتك بكرة عليك الدور يا القاعد ببيتك بكرة عليك الدور لو الكاميرا لقيتك تشعر بإحساسي تشعر بإحساسي عذرك معك عذرك تضحك وانت معذور عذرك معك عذرك تضحك وانت معذور وانت اللي في طبعك عيني وعلى راسي عيني وعلى راسي ننتقل من هذه المواقف الآن إلى مسابقتنا وإلى اللوحة الخفية والمعلومة التي سنكون معها اليوم حول النسبة. تعرفوا لما بيجي بنقول إحنا مثلا فلان من حلب نقول حلبي، فلان من الإمارات نقول إماراتي، من الخليج خليجي، من دمشق دمشقي، من بيروت بيروتي. الآن في عندنا بعض الكلمات في النسبة احيانا يصعب علينا كيف نعملها. بدنا نشوف الان كيف. طبعا يعني الاصل دائما في النسبه ان ترد الجمع الى المفرد وراسا تعطيه النسبه من المفرد، وطبعا لها قواعد مختلفه. بدنا اثنين يشتركوا معنا في اللوحه الخفيه. مين معنا اثنين؟ طيب تفضلي انت. حاب تشترك هيك عم بترفع ايدك على حياء على استحياء. تفضل. إذن نتعرف على الفارسين. الفارسة سيلفا مقصود. سيلفا مقصود. مقصود أهلا وسهلا فيك. والفارس عماد الزهر. لا أنت علي صوتك بس ما تقرب على الميكروفون. الاسم عماد الزهر. عماد الزهر أهلا أخي عماد. عندنا 16 مربع الآن رح يطلعوا أمامك من 1 ل 16 8 نسبة و8 منسوبات. بدنا الآن من سيبدأ المسابقة؟ بتحب تبدأ أنت ولا بتحب تبدأ هي؟ أنت تحب تبدأ؟ من عندي. بدكش تفضلها عليك أساسا سنة ست. لا أنا من عندي بنبدأ. من أف الرجال قوامون على النساء. طيب موافقة؟ إيش الاسم إحنا قلنا؟ عماد الزهر. عماد وأنت اسمك؟ مين اللي قبل السين ولا العين؟ سين. إذا السين تبدأ قبل معلش. يعني هو بروتوكوليا عم نخلي الستات، اما طالما انا رفضت البروتوكول انت فبنرجع على الابجديا. تفضل سين. تفضلي افتحي مربعك الان. اي مربع؟
ستة. ستة، بتتوقع عليه النسبة ولا المنسوب؟ النسبة. إيه النسبة؟ نفتح ستة نشوف شو راح يطلع عليه. عبدلي، هذا هذه نسبة. منسوب لإيش؟ زي ما قلنا حلب حلبي، دمشق دمشقي، خليج خليجي. عبدلي لعبد. لمين؟ عبد. لعبد؟ لا، لو عبد كان قلنا عبدي. عبدة. العبدة؟ لا. عبدل؟ طيب لا، الواقع خليني بس أعطيكم كبداية، هذه أصلها عبد الله. عبد الله ينسب عبدلي. الآن تتوقع أنت عبد الله في أي مربع؟ 11. نشوف 11 شو عليه. مبنى. مبنى اثنين مشركبات على بعض. وبنيجي الآن للأستاذ عماد. وين مربعك الآن؟ 4. 4. نفتح الآن للأستاذ عماد رقم 4. هذا دولي. دولي شو منسوب من إيش؟ من دولة. من دولة. كيف تلفظها أنت هذه؟ دولي. دولي. دائما هذا خطأ شائع، أن لما بتلفظ النسبة بدك تعيده للمفرد. لما نقول إحنا دولي دولي بدها تكون دولة. دولة. وهي الأصل دولة. ولما بنقول دولة النسبة شو بتكون؟ دولي وليس دولي. 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 طيب وين الدولة بتكون بتفكر هلا؟ ثمانية. ثمانية؟ ثمانية. طيب نفتح الآن ثمانية نشوف شو عليها. حضرمي. 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 ما زبطت. ما زبطت. هلا بنيجي للأخت سيلفا. طلع عندك الآن، بدأت تتكشف الآن المربعات. نشوف الآن مربعك القادم ما هو؟ 1. نفتح الآن لسيلفا مربع رقم 1. مديني. لاحظوها، في فرق بين مديني ومدني. طبعا. طبعا. طب مديني لأي شيء منسوب؟ مدينة. للمدينة؟ لا. مدني. لا، حتى أعطيكم التدقيق، هي للمدينة المنورة بشكل خاص. أما كمدينة بقول مدني لأي مدينة أخرى. المدينة المنورة يقول نقول في النسبة فيها مديني. طيب وين المدينة؟ 10. 10 يا مدينة حي. إذن لحد الآن ما في أي توائم بين اللي عماله بيطلع. وأعطينا كلمتك أو مربعك. 16. نفتح مربع 16 نشوف شو عليه المادة. حضرموت. الآن أنت بالمسابقة. الآن أي مربع آخر بدك تختاره؟ 8 نفسه. 8 نفسه؟ نعم. أنو نفسه يعني؟ هو رقم 8 اللي شو عليه؟ اللي حضرمي. حضرمي. 8 عليك حضرمي. حضرمي. صحيح. إذا النسبة من حضرموت هو حضرمي. هاي بدأنا نحط الآن نرسم اللون الأخضر في المسابقة. وأعطينا الآن مربع جديد. أي مربع؟ أي مربع؟ 5. نفتح مربع 5 نشوف مربع 5 شو عليه. مبنوي. مبنوي. هذه مبنى. نسبة من إيش؟ من مبنى. من مبنى. نعم. طيب لو كان من مبنى، مبنى في أي مربع؟ 4. 4؟ رقم 4. طيب نفتح الآن لو سمحتوا رقم 4 دولي. وراح. وضحت لك المسابقة الآن؟ طيب يا سيلفا الآن أي مربع لك؟ 5. نفتح 5؟ 5. نفتح مربع 5 لسيلفي. مبنوي. 1. 1. 1. طيب لا 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 أقول لكم اعتمدي على حالك. 11. يلا. 11. طيب مبنوي بتتوقع انها تكون النسبة فيها بمربع رقم 11. مبنى. كثير ناس بظنوا انه النسبة من مبنى مبني. لا، هي مبنوي.
الآن 2 أصفر 2 أخضر والمسابقة معك الآن وتفضلي كملي. 14 بتوقع عليها نسبة ولا منسوب؟ منسوب. منسوب 14. نشوف شو عليك. المدينة المنورة. 1. أه؟ 1. يا سلام. إذا لاحظوا الآن، هذا هلأ استعملنا عاملين وثلاث عوامل، حظ، ذاكرة ومعلومة. رقم 1 شو عليك؟ مديني. أما لو كان الكلمة مدينة منفصلة ننسبها منقول مدني. ماشي؟ ماشي. هلا صار لنا 4 أصفر 2 أخضر والمسابقة إلك. المربع القادم أي مربع؟ 3. نفتح الآن لسيلفيا مربع رقم 3. تلحمي، يقال تلحمي يعني هذا من بيت لحم. أي مربع؟ 12. شو عليك؟ بيت لحم. صح صح. يعني في صعود واضح للأصفر الآن والمسابقة ما زالت مع سيلفيا. وأعطيني مربعك القادم. ها؟ 6. طيب نفتح 6 لسيلفيا. شو عليك يا 6؟ عبدلي. لحظة قبل الآن. لعبد الله. لعبد الله. وعبد الله وين قابع؟ 15. ب15 يا عبد الله. 15. 2 4 6 8. الآن ضمنتي التساوي. هلا بدك تكملي. نعم. 9. الآن يا 9 ورجينا شو عليك. عبد شمس. لحظة. عبد شمس. شو النسبة من عبد شمس؟ عبد شمسي؟ لا. شو هي؟ عبد شمسي. لا. عبد شمسي. لا ما قلنا. قلنا من شوي. لما بتنسب عبد شمس بتقول عبشمي. عبشمي. عبشمي وين اي مربع يا سيلفيا؟ ها؟ اي مربع؟ ها؟ 7. 7؟ خلاص؟ 7 يا عبد شمس. عبشمي. صحيح. الان ضمنتي الكأس. ضايل عندك مربعين، افتحي لي مربع. 10. نفتح الآن 10 نشوف شو عليه. حي. فيك تعطيني شو النسبة من حي؟ ما هي النسبة من حي؟ آه. ما هي النسبة من حي؟ مين بيعرف؟ حيوي. آه. حيوي طبعًا حيوي. حيوي وين؟ 2. 2. 2 يا حيوي. 2. طيب هذه علي انا ولا عليها؟ شكرا جزيلا، اهلا وسهلا فيك. وسيلفيا شاكرين جدا لك، يعني كنت حركه بشكل جيد جدا. طب هلا انت مع الجمهور ما شاء الله. لا بس انت يعني فاجأتني انت بشغلات، مع انه لبسك كان لازم استوحي منه انه مش عادي. اشي هنا برق واشي هنا قشط، فبدي اتعامل معك بتحفظ. تفضل. شو هذا يعني؟ يعني هاي العصا السحريه. طب مش غلط ناخذ لنا هيك يعني اذا في عندك اشي ثاني ولا خلصوا؟ لا في طبعا. Thank you.
طبعا. ايوه انا احطه وين مكانه بفقع هلا لا في شك ما رأيناه يعني يندرج تحت المهارة والقدرات. الآن هذا التعليل بتسميه سحر أو خفة حركة أو معلش أحكي كلمة شوية فضل. قد يقال له شعوذة. ما في سحر شيء اسمه سحر موجود ولا بقتنع فيه. أما بالنسبة للألعاب الخفة موجودة وهي كلها حركات تعتمد على التدريب والدراسة والخبرة هيك. نعم. يعني فينا نتعلمها إحنا؟ ممكن تتعلمها بس بدك يعني فترة من الوقت. شكرا لك يا أستاذ عماد. شكرا جزيلا. بهذا الموقف نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، على أمل أن نلتقي معكم في حلقة أخرى قادمة. فهذه تحية لكم جميعا حضورا ومشاهدين، وإلى اللقاء.